صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. نهاية أسبوع بالنسبة لنا، مبارتين من العيار الثقيل اليوم، شعل لو الدوري من خلال نتائج مبارتي اليوم راح نناقشها ونحلل هاتين المبارتين إن شاء الله من خلال تواجد ضيوفنا ومحللينا. علي مين مدرب فريق السالمية السابق والمدرب الوطني كابتن محمد كرم، قول له مبروك أكيد يعني سلماوي وسبق ان درب السالميه. بجانبه مدربنا الوطني ايضا كابتن راشد الديح مدرب فريق القادسيه السابق، مبارك له الفوز اليوم. على يسار الجريحين مدير فريق كاظمه السابق منصور التنيب اللي نقول له هارلك، وايضا اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني كابتن فرج لهيب ايضا نقول له هارلك على خساره كاظمه والكويت. جريحين حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا بكم. اما هو مستلم له على العماره هذا اقول له مبروكين، مو مبروك واحد، يستاهل الفوز العربي مبروكين، تعجبني. اللي حاب يشاركنا اليوم اكيد احداث كثيره، تعليقات كثيره من مشاهدينا ومتابعينا، نحاول ناخذ اكبر عدد ممكن. هذه ارقام هواتفنا، ايضا نحاول ناخذ بعض المشاركات من خلال تويتر، حسابنا في تويتر وانستغرام، موقعنا على اليوتيوب موجود ايضا على الشريط او داخل الشريط الاخبار اللي تحت. الشكر لرعاتنا وداعمينا، شركه الكويت تريد، مطعم التسيمو مشكورين، مطعم سامي يسطى مشكورين، بن العميد مشكورين، اطياب المرشود مشكورين، ليمون لاين مشكورين، تولز بيتزا مشكورين، عسل العويد مشكورين، شركه التون جرافيكس مشكورين، اطياب المرشود مشكورين، الشركه الكويتيه لخدمات طيران كاسكو مشكورين. الشكر ايضا لدير اندير، والشكر ايضا لمعرض بريمير سبورت وكلاجي بوزيوس في الكويت. قبل لا ابدي نتحمد بالسلامه لمساعد مدرب القادسيه الكابتن احمد الجيعان بو سليمان، حاشته جلطه خفيفه بالراس وحاليا في المستشفى الاميري حسب المعلومات، انه الحمد لله يعني حالته الصحيه مستقره، فبحاجه الى دعواتكم. ايضا اخونا ابو عبد الله يوسف البيدان نفترض ان شاء الله يوم الاثنين يجري عمليه جراحيه، دعواتكم له ايضا بالشفاء العاجل ان شاء الله ويقوم بالسلامه. قبل لا ابدا ايضا انا دائما اشيد بعمل الاخوان في اللجنه الثقافيه في النادي العربي برئاسه اخوي حسين مقصيد والاخوان اللي معاه، المجهود اللي قاعد يبذلونه، اقامه ندوات رياضيه، اقامه يعني معارض، عندهم افكار صراحه، وعلاقات اخونا حسين مقصيد يعني مستثمرها خير استثمار من خلال هذه الافكار والمقترحات اللي قاعد نشوفها في النادي العربي من خلال هذه اللجنه. اخر هذه الافكار والمقترحات الاخوان ان شاء الله اليوم الاحد يدعونكم لزياره معرض الكاريكاتير الرياضي الاول، مشكور مخرجنا متحمد له بالسلامه، ايضا مخرجنا رائد مال الله مخرج برنامج اللوبي الخليجي ايضا كان موجود في الدوحه الحمد لله على السلامه. معرض الكاريكاتير الرياضي الاول في ديوانيه النادي العربي ان شاء الله تحت رعايه السيد كامل سليمان عبد الجليل، مشكور اخونا كامل على رعايته ايضا هذا المعرض، امين عام المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، وهو رجل اعلامي ويعرف اهميه هذه المعارض وفائدتها. ان شاء الله الساعه 7 اليوم الافتتاح، وستبدا زياره المعرض على فترتين، صباحيه من الساعه 9 الى 12 ومسائيه من الساعه 5 الى الساعه 8 مساء. مشكورين الاخوان ايضا في اللجنه الثقافيه على هذه الدعوه، والله يعطيكم العافيه اخوي ابو احمد، وجهد تشكر عليه انت واخوانك في اللجنه الثقافيه. عندك شيء بعد؟ تفضل. انا عندي شيء انا بسم فضل. الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء قبل لا اشكر اخوي عادل عبد العزيز، نتمنى السلامه لاخونا جواد عاشور، لان اقول لك من رجع من السفر رد كنا المستشفى اليوم، وكان اليوم مسوي غبقة يعني اخونا مهندس عادل عبد العزيز لاعب النادي العربي السابق، نعم، على شرف عوده جواد عاشور، نعم، واشكره يعني على هالبادره وجمع لاعبين القدامى سواء اللي بالعربي ولا بالمنتخب، فنشكره على هذه البادره ونتمنى الشفاء العاجل واجر وعافيه، نقول حق اخونا جواد عاشور ان شاء الله يقوم بالسلامه. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ابدي بس اذكر طبعا اخونا مبارك الدوسري ان شاء الله يعني الامور ان شاء الله في تحسن بفضل دعواتكم، ونوه ايضا لحسابه المؤقت حاليا، لان كثير من الاخوان يعني يحبون يتواصلون معاه ويسالوني شلون نتواصل معاه،
وخاصه حسابه القديم يعني توقف، وان شاء الله يعني في محاولات لاعاده هذا الحساب القديم لاخوان اخوي ايوب والاخوان في شركه تلتون جرافيكس يعني قاعد يبذلون مجهود سواء في اعاده حساب اخونا مبارك او حساب برنامج الديربي، يعني جهدهم واضح ويانا والله يعطيهم العافيه ومو مقصرين صراحه اخوي ايوب ولا وتوقف كله توقف والله ما ادري عموما اخاف الشرطه يدورونكم اخونا مبارك هذا حساب المؤقت حاليا، اللي حاب ايضا يتواصل مع اخونا مبارك يطمن عليه حسابه في تويتر هذا عفوا هذا الحساب المؤقت، ونصبح بالخير على اخونا مبارك عسى الله يرده بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي والله مشتاقين له اي والله، ونقول له ان شاء الله كحلت عيونك بالاربعه اليوم اي اربعه بلنتيات اربعه قلت له واكر اربعه انت مع اربعه بلنتيات والمركز الرابع اربعه من كل صوب من كل صوب اربعه بلنتيات ايضا من كل صوب اربعه ضربات ترجيحيه فريق لعب بالصف الثاني منو؟ المكسيك يا معود تسحب طيرهم من المكسيك تسحب نزلوا يوم 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 حسوا انه خقوا وراحوا رد نزلوا اخر اخر شيء انا منك والله ما اسولف انا من مبارك اسكر حسابه بتويتر والله بالعكس والله سك اللي الجولتشي قول عليكم الجول جولتشي جولتشي انا اقول الهلال الجولتشي الجولتشي الثاني بعد مو لسه اقول حق الهلال كلهم بيض الله وجوهكم وما قصرتوا وسويتوا شيء افرحنا وسعدنا صراحة يعني رابع انت رابع العالم يا رابع اي هذا معنى ان هذا رابع يعني العالم شوية رابع العالم رابع العالم اي رابع العالم شنو لا مباراة واحدة الاول ليفربول لا مباراة واحدة فاز فلامينجو فاز ولا شلون فاز؟ فاز على الترجي شلون فاز؟ ترجي الترجي بطل شلون فاز؟ فاز 1-0 شلون؟ لا لا ثلاثة شون؟ ثلاثة شنو؟ لا يبغى اي ثلاثة 1-0 على الترجي اللي قمه يصعر قطه من فوق الدفاع حطها المدافع قال له قول اللعبة الثانية المدافع اعطاه الجول الثانية لا المباراة الثانية خسروا لاعب اربع والثالثة خسروا فريق لاعب وبدر وتشكيل مباراتين وتقول لي يقول لاعب اربع مباريات لا فايز بواحدة هو قصده لا ثلاث مباريات فايز واحدة ويقول رابع العالم انت من تلعب وياه فلامينجو خوش فريق خوش نادي يعني يا جماعة هذا يعني فلامينجو على على مستوى زين ومونتيري ومونتيري منو هذا المكسيك اي ايش فيه هذا المكسيك كان قبل ما يحصن وكبطل اي والله بطل لعبوا الهلال والله الحين بسالم الدينا كلها ما اقنعت عزيز تبي تقنع الحين لا والله صعب صعب والله احنا نقول يبا هذا احنا حق الدوسري ترى حق محمد ولا ترى مالي داخله يحب انا مع الحق يحب الانديه السعوديه انا مع الحق يحب الانديه السعوديه لا بالنهايه رايه يحب النصر يحب الهلال ما له شغل بالناس ناس صدقوني يا جمهور مظلومين وناس دائما ياخذون المباريات بالراي كلامه هذا في راي؟ اي ما له شغل مالك لا رايه رايه ما في شيء ما في راي انت لما تقول لي لما تقول لي فلان افضل من فلان اقول لك راي لكن ما تقول عن فريق يوصل رابع العالم يبغى شلون يوصل رابع العالم؟ اذيتنا ترى رابع العالم رابع العالم ازاي رابع العالم انا ترى انا 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 ضايق خلقي انه وصل الرابع ليش لان انا اشجع النصر اشجع النصر السعودي لكن الحق لازم ينقال زين نعم خل ابارك الليفربوليه شو ان محمد صلاح لا قول ولا سوى شيء كانت ذون ايش بعد خذ افضل لاعب خذ افضل لاعب هديه افضل لاعب ما سوى شيء بالمباراتين ما سوى شيء لا يبا المباراه في المنيو كان في المنيو اقول المباراه قبلها سجل والمباراه هذه سجل في المنيو على طاري محمد على طاري محمد صلاح مره هذا ابو سعود راح راح مصر مودي ويا فول طيح مصر ودي يابون لأنه ما يعرف مصر اللي قول اللي قول الجول الأول اللعبة السابقة حق ليفربول اللي باصاله محمد صلاح لا وحتى وحنا نعطيه عشان بس لا عشان هذا الباصع لا 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 اللاعب ما قدم تقول يعني شنو ما راح يعني مو محمد صلاح ليفربول يلعب بالدوري الإنجليزي وسالم شفت الجول الثاني الجول الثاني ثلاث أرباع من اسمه محمد صلاح لا غلطان اللي تلاعب فيهم ورجع لا غلطان هذا أعطى باص ثاني كان قبله صدقك مرب الكعبة بشنو لا لا مجامل بس أنا خلا أنت لو يطلع عندنا لاعب زين كذي ويلعب برا بتسوي لنا نفس الشيء لا لاعبينا غير لاعبينا ما ما ينفخونهم الإعلام مسكين رياض محرز صلاح سوى كل شيء سوى كل شيء العام محمد صلاح لأن إعلام الجزائري محمد صلاح مغضينا وأغلبهم يتكلمون فرنسي ما حد يدري عنه أحسن لاعب بأوروبا والله 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 مسكين رياض محرز والله أحسن من محمد صلاح مليون 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 درجة مليون والله بس مسكين لأنه مو مصري أنا شوف أنا ما شفت ليفربول لو مصري رياض محرز لو رياض محرز مصري
كان كان يعني كان وصلوا القمر. لا والله وصلوا الحذاء. انا اقول هذا الفريق هذا يلعب مانشستر، اقول هذا يلعب مانشستر سيتي وهذا يلعب ليفربول، اثنينهم ضدنا ضد مانشستر يونايتد ما نبيهم. لكن محمد صلاح جاب له جولين بالدوري ذاك اليوم الكعب وهذا يا عمي فريق الاخير هذا ادري بس والله سمير سمير اللي انت لا لا, لا, لا المخ المخ اللي يلعب فيه اصلا هو كان الدوري الحين فريق مركز اخير بس أنا كلوب انا حبيت تيجي لان كلوب تيجي انا قال لان سالوه سؤال ايه؟ عن بالمؤتمر الصحفي عن بيليه ايه؟ سمعت ايش قال؟ ايه؟ رد كلوب اني حبيت لان انا احب ايش قال بيليه قال قال انا انا من ابوي ابوي علمني اذا سالوك عن لاعبين العالم قول ما يطلع لاعب مثل بيليه بس ماكو بيليه ماكو غيره وحتى مارادونا ماكو غيره ها حتى مارادونا ماكو غيره انا كيفك رايك حتى ميسي ماكو غيره انا عندي عمر سعيد ماكو غيره ماكو غيره صح والله انا قبل لا اسكر هالموضوع بس خلينا نهني الاخوان في دوله قطر تنظيم رائع الحضور اليوم اللي كان موجود على مستوى عالي من النجوم على مستوى عالي من التنظيم والله تفاجأت بشغله شلون استعجبوا حضور الجماهير والله جمهور الترسي صحيح والله جمهور فلامينغو اي جمهور والله والله ايش كثرهم صحيح صحيح هذه اشاده الاخوان في دوله قطر الشيء بالشيء يذكر خلينا نشيد الاخوان في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه اليوم عندهم كاس السوبر ان شاء الله هذه دعوه للجمهور ايضا الاستمتاع بحضور هذه المباراه نتمنى مثل ما شفنا في الدوحه شلون ملى الجمهور الملعب استاذ خليفه وخلى المباراه لها طعم نتمنى اليوم ان شاء الله الجمهور السعودي ذويق ويساعد ان شاء الله الاخوان القائمين على تنشيط الرياضه والسياحه في المملكه العربيه السعوديه حضور المباراه وملء الملعب يوفنتوس ولاتسيو كريستيانو موجود بوفون موجود موبيلي موجود يعني اسماء كبيره هذا شيء يحسب الاخوان في المملكه العربيه السعوديه صراحه ناهيك عن الاحداث الاخرى اللي قاعد يستضيفونها ما لي شغل فيها لكن اتكلم كرياضه تو قبل شويه ايضا بطوله فروسيه قفز حواجز بطوله تنس ارضي يعني احداث قاعد يستضيفونها صراحه شيء نفتخر فيه ونرفع الراس بهذه الاستضافه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ايضا انا اليوم قاعد اتابع الاخوان في قناه ابو ظبي الرياضيه قاعد اشوف نهائي بطولة مبادلة للتنس أو قبل النهائي كنت أشوف ديكوفيتش صراحة بالنهاية أيضا نادال موجود يعني تنظيم على مستوى عالي الملعب يفتح النفس يعني صراحة تشوف الدول اليمنى تشوف هالأحداث اللي قاعد يستضيفونها والبطولات اللي نستضيفها شيء يرفع الرأس ونفتخر فيه الله يوفقكم يا أخوان في قطر الأخوان في السعودية الأخوان في الإمارات والله يهنيكم على الاهتمام في الرياضه اللي بالفعل قاعد ترفع اسم دولتكم وترفع اسم بلدكم وقاعد تونسون جمهوركم صراحه القائمين على الرياضه يحبون الرياضه بس اي والله في قطر وفي البحرين وفي الامارات وفي السعوديه هذا اللي يسعدنا احنا ان قاعد نطالع منتخبات وانديه كبيره قاعد توصل قراب يمنا نقدر نحضر المباريات اي شنو المشكله انا بكرر هالنقطه حق الاخوان تحديدا معالي الوزير تدري في الامارات يا معالي الوزير ادري يمكن انا قلت هالكلام لكن يمكن انت مو مثلنا تتابع مشاغلك واعمالك ما تلام لكن اليوم الامارات ترى ابو ظبي عندهم بطوله اسيا الماو تواي لعبه قتاليه وعندهم بطوله مبادله للتنس وعندهم بطوله جوجيتسو وعندهم الدوري وانقلوا كل مباريات الدوري ومع الفار كل مباريات الدوري ما ادري كم مباراتهم باليوم الواحد مباراتين او ثلاث منقوله كلها على قناه ابو ظبي بطوله اسيا هذه الماوتا واي ما اسمها اللعبه منقوله كلها بطوله التنس منقوله كلها قعدت هذيك طاوله بها والله يعني ما 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 قالوا والله ما نقدر ننقل هالمباراه في حدث في هذا طبعا غير احداثهم السياسيه استقبالات الشيخ محمد بن زايد استقبالات رئيس وزراء استقبال هذه احداث اجتماعيه افتتاح معرض افتتاح ما ادري شنو هذا على مدار الساعة أخوة موجودة في أبو ظبي وهم منقولة وهم تغطى وهم يعني نتمنى نصير مثلهم نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله لأن إحنا نذكرك معالي الوزير لأن باجي ترى شهرين على الاحتفالات بالأعياد الوطنية وأنا أدري وقت الاحتفالات والأعياد الوطنية كل السيارات تكون مشغولة واللي يضيق خلقه إحنا كرياضيين
يعني يضيق قلبنا ان ما نتابع دورينا. طبعا نفرح بالعيد الوطني ونفرح باحتفالاتنا ونفرح، لكن اتكلم احنا كرياضيين نبي نطالع مباراه دورينا، نبي نطالع مباراه مهمه في الدوري وما نشوفها وما نقدر نروح الملعب، عندنا ظروفنا عندنا ارتباطاتنا، يضيق قلبنا ان نبي نشوف المباراه. ليش ما تشوفها؟ لان يقول ماكو سياره، زيدوا سيارات شو المشكله؟ هذه النقطه. عموما نروح حق اول تقرير في حلقتنا اليوم، نبدا بمباراة القادسية والكاظ القادسية وكاظمة مع تقرير زميلنا فهد الصلاة. حل كاظمة ضيفا ثقيلا على القادسية في قمة منافسات دوري اس تي سي الممتاز في لقاء اداره الحكم الدولي عبد الله جمالي. كاظمة يفاجئ اصحاب الارض ويسجل الهدف الاول عن طريق رأسية عبد الله الظفيري. القادسية يحاول تعديل عبر تسديدة رونينيو من كرة ثابتة على تمرمى حسين كنكوني. مشعل فواز يرسل كرة جميلة إلى رضا هاني لم يتعامل معها بالشكل الصحيح. الأصفر يتحصل على ركلة جزاء انبرى لها رونينيو مسجلا هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتعادل القادسية وكاظمة لهدف لكل الفريقين. بداية الشوط الثاني فرانكو الأسباني يزج بدل المطوع بدلا عن مشعل فواز، لعبة غتساوية جميلة من عبد الله ماوي أرسلها إلى الرياحي لكن سلطان صلبوخ في المكان المناسب. برونو يتلاعب بدفاع القادسية ويسدد كرة مرت بجانب مرمى خالد الرشيدي. النشط عبد الله ماوي يرسل كرة عرضية إلى المتقدم رضا هاني لكنه أضاع الهدف الثاني. ناصر فرج كاد أن يسجل ثاني الأهداف لولا تألق خالد الرشيدي الذي أبعدها ببراعة. البديل عيد الرشيدي يتلاعب بدفاعات كاظمة ويمرر إلى الرياحي الذي هز الشباك محرز الهدف الثاني للقادسية. المتألق عيد الرشيدي يعود مجددا ويرسل كرة جميلة إلى الأسطورة بدل المطوع الذي لم يتوانى في تسجيل هدف الاطمئنان للأصفر، لينتهي اللقاء بتفوق القادسية بالثلاثية لهدف على كاظمة. مهار لك نادي كاظمة، مبروك نادي القادسية. سجلنا هدف في البداية وتراجعنا، ما قدرنا يعني ما قدرنا نحافظ على الجول. القادسية قدر يرتب صفوفه الشوط الثاني، الشوط الأول قبل تعادل الشوط الثاني قدرنا يتقدم، تبديلات المدرب تنحسب له. مثل ما شفت ما قدرنا، يمكن تفوق علينا شوي بالخبرة القادسية تبديلات المدرب، ولكن نقول هارد لك مرة ثانية لنا، مبروك حق القادسية. نقول مبروك حق جماهيرنا هذا الفوز، وهارد لك حق نادي كاظمة وجماهيره. ممكن يوم تأخرنا بنتيجة المباراة بالشوط الأول، لكن الحمد لله قدرنا نعدل الوضع وقدرنا نسجل تعادل، والشوط الثاني سجلنا تقدم والحمد لله توفقنا اليوم، ونقول مبروك حق جماهيرنا على الفوز. أحمد، في هناك عروض حق نادي السالمية؟ والله في يعني أكثر من عرض من نادي داخلي، لكن لحد الآن ماكو شيء رسمي. مو غريبة على القادسية أنه يرجع حق المباراة، فريق فيه لاعبين أبطال وفريق كبير. الحمد لله على النتيجة، الحمد لله على أداء الفريق، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، وتخدمنا الظروف اللي قدام ان شاء الله تكون افضل لنا. بطموحات عاليه القادسيه يعبر كاظمه بالثلاثيه قبل مواجهه العربي يوم الخميس المقبل في كاس ولي العهد. فهد الصلال لبرنامج الديربي. شكرا فهد، مبروك القادسيه هارلك كاظمه. ابدا مع الفايز بسالم، شو اللي فوق القادسي؟ يعني كابتن عبد الله الظفيري يقول تغييرات المدرب وخبره لاعبي. ابو سعود، يعني الف مبروك لنادي القادسيه اليوم، حقيقه يعني فوز مهم يعني بالنسبه لنا. فريق كاظمه دائما يعني صحيح صار له اكثر من 8 سنوات ما فاز علينا بالدوري، لكن هو فريق بالنسبه لنا فريق ثقيل، ضيف ثقيل، يعني ما دائما يحرجنا في المباريات. أنا أعتقد يعني التفوق لما يحصل الشوط الأول طبعا ما كان بالصورة الجيدة صراحة، يعني الهجمة الوحيدة اللي لنا اللي هي ضربة الجزاء من اللاعب رقم 15 المحترف فيليبي لاعب كاظمة، لكن اللي عمل المدرب الشوط الثاني هو، أنا أعتقد أنه تأخر بعد شوي، لأنه ما كان في الشوط الأول ما كان في يعني هجمات لنا، ما كان في لعب، ما كان في أداء يعني حقيقة يبشر يبين لك أن أنت راح تسجل. لكن بعد نزول بدر، وبدر هو كلمة السر حقيقة بنادي القادسية، الجول الثاني الهدف الثاني سجل
من كرة مررها بدر إلى عيد الرشيدي في مكان مميز حقيقة. عيد قدر يعدي من الوهيب ولعبها عرضية حق أحمد الرياحي داخل الستة، يعني كرة يعني سهلة بالنسبة حق أحمد، وأحمد يعني حقيقة حطري بقوة وسجل الهدف. الجول الثالث أو الهدف الثالث عيد الرشيدي لعب كرة لبدر أمام المرمى، وحقيقة عيد الوطن يعني يعني حقيقة لما تشوف الهدفين تلقاهم هدفين ملعوبين، وهذا ما يطمن شوي القادسية. لكن الأداء كمجمل ما كان القادسية، خاصة بالشوط الأول ما كان القادسية جيد من خلال أدائه، لكن القادسية يملك خيارات، عنده المدرب عنده أكثر من أوبشن، عنده يقدر شوف اليوم فهد الأنصاري لعب يعني دش بديل، بدر دش بديل، عيد الرشيدي دش بديل. انت هني انت تسأل نجوم هذيل، يعني لو نستثني عيد هذا النجوم لاعبين كبار، فعنده أكثر من خيار. يعني اليوم حتى أحمد الظفيري أعتقد لمرضه ما شارك اليوم، لكن بسعود القادسية إذا لعب وبمستواه بضوء على ضوء الفرق المتواجدة بالدوري الكويتي، أنا أعتقد القادسية متفوق بشكل كبير. لو استثنينا أداء نادي السالمية، لأن الكويت في حالة هبوط، لكن نستثني نادي السالمية لأن نادي السالمية حقيقة قاعد قدم جولتين مميزتين. وآخر شيء بس ودي يعني أتحمد بالسلامة، إن شاء الله تكون إصابته مو قوية، اللي هو محمد خالد الباك الشمال طلع. أعتقد لكم أعتقد هي كذي، لكن أتمنى له إنه ما تكون يعني قوية ويرجع مع زملائه. سعود طيب راح يجيك أبو لهيب، بس خلا أخذ رأي الخسران مبدر، تفضل. ليش خسر كابلة؟ من يتحمل الخسارة؟ البداية أول شيء بالبداية أحب أهل النادي القادسية، أحب أهل إدارتهم وجماهيرهم ولاعبينهم على الأداء اللي لعبوه، يعني بصراحة وعوفوا شلون يصيدون كابلة. نعم كابلة اليوم أسوأ مباراه شفتها أنا حق كابلة، يعني بصراحة مو هذا كابلة يعني القادسية حسبوا له ألف حساب في أي مكان، يعني نلعب على ملعبنا ولا على ملعبهم أو في أي بطولة من بطولات كاظمة والقادسية غير، حتى جماهير القادسية هم يقولون من نفسهم يقولون كاظمة حيزعج إلا كاظمة. اليوم ما شفنا الشيء هذا، اليوم أول تكلم عن أول 8 دقائق أو ربع ساعة سجلها منها جول عبد الله الظفيري، وبعدين الفريق يعني ما يعني في حركات شوية بس مو لطموحنا، مو هذا كاظمة، المفروض احنا نضغط اكثر. بيني وبينك بسعود بيقول محترفين مو زينين، يقول بيانو الحين المحترفين مو طموح كاظمة ولا طموح لاعبيننا، يعني لاعبيننا يلعبون احسن من محترفيننا. فانا اوجه شيء شغله لمجلس الاداره خير المحترفين. زي ابو بدر تكفى انا بسالك سؤال، وانا طبعا ما اقصدك انت بالكلام، انا اقصد العقابين على الفريق. أنا أعتقد رقم 15 فيليبي المحترف هذا اللي وقع وياه هذا عمل جريمة بنادي كاظمة. نعم يعني هذا اللاعب اليوم عمل بلنتي ضربة جزاء، اللعبة اللي فاتت ما أعتقد تضامن كان بلنتي مستحق، أعتقد حسب الحكم. نعم أنا وياك ونفس الشيء بدون كرة يمسك اللاعبين أنا قاعد يعني بس خلينا نقول من قاعد يضر فريقك. هذا من ناحية بس عشان تكمل تاخذ راحتك. الناحية الثانية كاظمة، وهذه معلومة قالها لي لاعب من لاعبين كاظمة سابق، لاعب سابق مبطل يعرف، أنا ما طبعا ماني مثبت يعني. كاظمة ثمان سنوات كل سنة قلبين دفاع محترفين، علش قاعد تسوون تحت بالمراحل السنية كاظمة؟ أنا تحكي عن كاظمة، أنت تجد مراحل السنية، شوف أنا قاعد أقول لك أنا تابعتهم، فهم سؤالي؟ أنا كنت ماسكهم العام، المراحل السنية اللي عندنا إن شاء الله يبي لهم وقت حساسية ولا يلا فريق 20، فريق 20 لو عندي دفاعات فعلا يعني في دوني بفريق الأول أنا أخذ دوري تحت 20 بالقوة الدفاعات اللي عندي، لأن أنا عندي خط هجوم بالفريق كاظمة تحت 20 خط نص بس دفاع نادر حتى بالكويت كلها نادر ماشي، بس يعني نادر أنا قاعد أقول لك نادر، يعني أنت عطني أنت اليوم تكلم اليوم متلاصية
خلاص يعني اثنين قلوب مدافعات. اي عندنا اجانب. لو تسالني لو تسالني صح كلامك، لو تسالني اقول خالد ابراهيم موجود. اقول لك اقول لك فهمني فهمني، اقول خالد ابراهيم عندنا لاعب صغير اسمه سالم ناصر سالم، لاعب مميز، لكن الاداره يعني هذا اختيار انا اعتقد كذي. عامر يلعب قلب، ضاري يلعب قلب احيانا، ضاري يلعب ما عندنا طيب. مشكله انا عندي الويس خله تبي تضيف شيء على المباراه يلا تفضل تفضل عشان بروح حق شباب عندي فاصل. فانا قاعد اقول بالعكس يعني اليوم كاظم ما ادى المباراه اللي احنا زين لعب رقم 15 هذا بمشونه بيروح شلون يلعب. انا قاعد اقول لك انا مستغرب المفروض هذا الرد يعني انا اقول حق ربعنا اقول يعني ما يعني لازم كاظم يبي له محترفين سوبر حساس انه يتحدى الكويت وغادي عشان ينافس. شو شفت مباراه اليوم؟ شفت المباراه امانه يعني طبعا اول شيء نتكلم عن كاظم. كاظم انا اعتقد المدرب يتحمل جزء كبير من 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 المباراه، لان ما يعني الكلام اللي بقوله الحين بقوله حتى المباراه الثانيه اللي بيتكلمون عنها، يعني لازم على الاقل تشوف بصمه مدرب او توظيف اللاعبين صح. كل هالامور موجوده بجانب سوء المحترفين الموجودين بكاظمه. يعني كاظمه البطل، يعني كاظمه مو فريق تقول والله يا يبي ياخذ مركز زين. فكاظمه اذا لعب دوري يلعب للمنافسه، اي بطوله يدش المنافسه، مو هذول المحترفين اللي 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 يخلون فريق كاظم منافس. القادسي انا اقول لك ترى كاظم لعبوا اول 10 دقائق بعد ربع ساعه يمكن كانوا زينين، وانا توقعت منهم راح يسوون شيء بالمباراه. تفاجات بعدين مره واحده لو من الجيم الاول يلقم الثاني بعد التبديل. اوكي مدرب القادسيه بدل صح ولعب نقطه لعبها صح، بدل وحط لاعبين اوراق اللي كسبونا لعبهم لعبهم زين. دور مدرب كاظم شنو دورك انت؟ هو بدل وغير التكتيك وغير حتى تكتيك الفريق، مو بس غير تبديل لاعب مكان لاعب، حتى تكتيك الفريق غيره فريق القادسيه. مدرب كاظم قاعد طالع انت شنو التكتيك اللي سويته؟ سيطر القادسية على كل المباراة، يعني يمكن يقدر يقول أكثر من 3 أكبر. أنا أعتقد المباراة كانت لعبة مدربين، وأعتقد أن يمكن مدرب القادسية ما تقدر تقول عنه أكثر، لأن شنو لاعبين يساعدونه مثل ما قلت الاحتياط عنده جيد، بدل الزيدين يغيرون لك المباراة زي. بس مدرب كاظم المفروض يكون في عنده تكتيك، في عنده أمور مع المحترفين اللي هو ملاعبهم، المفروض يكون أفضل من كذي. بولهيب انا اشوف اول شيء يمكن مبارك حق نادي القادسيه، نقول هاردك حق كاظمه. اذا بتكلم عن القادسيه بسعود لازم اشهد في المدرب. المدرب عرف شلون يسوي له فريق. يعني انا احس ان نادي القادسيه 2010 2009 كان عنده نجوم وبالدكه والاساسيين، كان قادر. اعتقد انه كان ينقص القادسيه انه مدرب شلون يتحكم بالنجوم الموجودين عنده. اعتقد ان المدرب هذا قدر انه يصنع فريق حتى اذا غاب عنه اللاعبين الدوليين، قاعد يلعب اللاعبين الاحتياط اللي عنده وما عنده مشكله. حتى لو بدر مطوع نجم الكويت قاعد يكون بالاحتياط، وصارت ترى اكثر من مباراه. هذا دلاله ان المدرب يعرف شلون سوى له توليفه حق الفريق، وعنده بدلاء. اعتقد ان كل مركز بالنادي القادسيه عنده يمكن لاعب او لاعبين. اليوم شفنا اصاب محمد خالد، نزل فهد الانصاري، ودى سلطان العنزي جهه اليسار، لانه قاعد يغير على كلامك، قاعد يغير حتى التكتيك مع تبديل بالاضافه ابو علي. يعني حتى البدله يعني نزل عيد صنع هدفين. احمد رياح اليوم من افضل لاعب المباراه، تحركاته كان لاعب مزعج، قدم مباراه كبيره. اعتقد غاتسيه اليوم بمباراه اليوم قدم مستوى جيد خصوصا في الشوط الثاني. كاظمه ناس ما تفضله، بس انا بتكلم على المحترفين وسعود اللي موجودين برا الجهاز الاداري. اتكلم على بدر حجي كابتن كبير، اتكلم على عصام، اتكلم على فواز، لاعبين كبار. وحتى نظرتهم نظره يعني لاعبين كبار فنيه. معقول يكون هذا محترفين؟ عن هذا السؤال وجه حق بدر، وجه حق اللاعبين الموجودين. معقول هذا المحترفين؟ معقول نظره عصام وفواز على المحترفين؟ انت شايف شيء غريب. حتى بدر كابتن بدر حتى بدر موجود، لان بدر يعني بدر فني اكثر. قول فواز وعصام ما يطلعون في الاعلام بشكل كبير ولا يحللون ولا متابعين، لكن كابتن بدر حجي ترى قاعد يطلع مع الاخوان في برنامج ال18 وقاعد يشوف المحللين وقاعد ينتقد في بعض الاحيان وقاعد
يحلل وقاعد يوضح وقاعد يبين كل لاعب شنو اخطائه. بالاضافه لا ابو لهيب كلامه عدل يقول لازم نظرتهم تكون فنيه. لا بس انا بالاضافه خليني اكمل بس القطه. بالاضافه بسعود يعني حتى بونياك انا عندي لاعبين زينين، عندي عمر حبيتر، عمر حبيتر صار له فتره نازل مستواه يعني مو قادر يعني يحتويه، مو قادر شلون انه يوظفه صح. عندي ناصر الفرج، ناصر الفرج بالمباراه طافت كان من افضل اللاعبين. غير مركزه اليوم موجود اليوم. نعم. غير مركزه ناصر الفرج. ايه لعبه طيب. بالنص حمد حربي، حمد حربي عناصر ممتازه بس ما حصل المدرب اللي طيب يسوي لهم. حتى شبيب الخالدي، حتى شبيب الخالدي اللعبه السابقه لعب اخر 10 دقائق او ربع ساعه. لا مو قاعد يوظف اللاعبين صح. عنده ثلاث مرات وبدر اللعبه السابقه انا حاجه وبدر مو قاعد يوظف اللاعبين صح امانه. قاعد قبل الفاصل خل اروح حق الغلط التحكيميه واحد. انا قلت يا شوف القادسيه اليوم تبديلاته يعني لاعبين خبره يعني شلون شال الفريق. هذه غلط مدرب اليوم. اليوم مدرب. تبديلاتنا احنا تبديلاتنا ما استفدنا منهم شيء. طيب يعني شو نسوي؟ اروح للقرارات التحكيميه. يمكن في قرارين اعتقد تحكيميين في مباراه القادسيه وكاظمو كان في مقيم على فكره حسب المعلومه اللي وصلت لي، مقيم للحكم عبد الله جمالي مقيم اسيوي 15 بلنتي. هذه اللقطه شو تقول ابو علي، بنالتي ولا لا؟ بلنتي بنالتي ضربة جزاء. ضربة جزاء اعتقد مشعل العسعوسي قال مو بنالتي. انا اللي اعرفه يمكن محلل التحكيمي وحتى اعطاني مشعل العسعوسي. مشعل العسعوسي شوف 8.7 من 10. مشعل العسعوسي ما عنده سالفه. شو تقول ابو بدر؟ لا والله انا اشوفه يعني فيها شك. انا بلنتي شنو شك؟ بلنتي ولا مو بلنتي؟ لا لا انت طالع عيد اللاعب الثاني الحين. اشوف الحين سالم عارض يشوف. انا لحظه سالم بعد صاير ضدي. انا قلت بلنتي وكان يقول ضربة جزاء. لا لا شوف انت عيد الرياحي انت شو حاطه على اللاعب صح عاد ولا لا؟ انا قاعد اقول فيها شك. لو الحكم غاب بالفار ممكن يحط الفار اكيد قالوا له مو بنالت. اه اكيد اي ابو لهيب شوف شوف بنالتي يعني زين. الحين انتم كلكم تقولوا بنالتي ام الفار وجمالي قالوا مو بنالتي يعني شو تسوي؟ لا انا اقول هذا الفار خرب ضربة جزاء. لا لا انا اقصد انا ما اتكلم عن فار ولا مو فار. انا اتكلم ان حكام حكم الساحه وحكام الفار قالوا مو بنالتي. انتوا تقولون بنالتي زين. لايمن وين لايمن؟ مو سالفه لايمن ابو سعود. اللاعب احمد رياحي حجز المحترف والمحترف نسى الكره وماسك الرياحي. اي الكره راح قاعد تنفع. هذا محترف ابو سعود خلي الحين بلنتي ولا مو بلنتي؟ لا 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 تكفى. وين يروح؟ وقف ليه؟ بس خله كذي بعد والله العظيم وقف وخله يروح بيقول هناك بيقول هناك. والله انا اعترف ابو علي لو انت مكان بدشداشتك ما يقول. والله ما يقول وين هناك. اروح للقرار التحكيمي الثاني. لا تحط الكاميرا على ركله جزاء القادسيه. كابتن لا تحط الكاميرا عليه. شو توقف له؟ ضربه جزاء واضحه بعد. لا ضربه جزاء. ضربه جزاء شوف ايده. شوف ايده بنالتي. قاعد يدعي. شنو ما يقول؟ لا بلنتي. بلنتي اقول ابو لهيب. لا بلنتي. بلنتي طيب ننزل بعدين. اخر قرار تحكيمي في المباراه الحكم هني. هذه طرد. هذا لا انذار. اعطى انذار. لا انذار. انذار انذار قرار انذار. انذار انا اقول طرد. لا انذار. انذار 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 انذار. طيب ثلاث قرارات تحكيميه. انا يعني شو المشعل العسعوسي؟ والله اخونا حاط يقول الحكم العسعوسي قال اول اللعبه مو بلنتي بس بعد استمرار المدافع تعتبر بنالتي. يعني الحين بنالتي ولا مو بنالتي؟ لا بنالتي. هذه مني هذه الاولى نفس ما قلت لما مشت الكره اللاعب مختلف مسك الرياح. بس اذا 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 مشعل خليه يقول يعني كيف نحترمه كيف بس بلنتي. عزيز ايش قال مشعل؟ ايش قال؟ هو قاعد يقول هذا كلام الاخ اللي دازي. انا ما ادري انا إيه؟ عن كلام مشعل يقول قال اول اللعبه مو بنالتي. اول صحيح. بدايه اللعبه بدايتها صح. استمرار المدافع تعتبر بنالتي. هذا اللي قلنا عليه انه مسك الرياحي لان الكره يعني بنالتي. بنالتي يعني بنالتي. يعني هي الملاحظه بس على اخونا عبد الله الجمالي. ترى يمكن هذه ثاني مباراه عبد الله اليوم كان في مقيم تحكيم اسيوي. يعني احنا يهمنا وشيء يفرحنا لما المقيم يعني يعني يقيمك تقييم ممتاز لان بالنهايه انت تمثل الكويت. فاتمنى تراجع نفسك خاصه من بعد مباراه يمكن اللي كنت فيها فار. اعتقد مباراه الكويت واليرموك
او الكويت القادسيه عفوا اللي هي في السوبر، وراها مباراه الكويت واليرموك، وراها الان مباراه، يعني في بعض القرارات يا اخوي عبد الله اتمنى تراجع نفسك فيها، وبالنهايه ترى لصالحك، يعني بالنهايه انت اللي راح تظهر بالصوره وانت اللي راح تمثلنا برا مو احنا. انا بس اروح لي بس سؤال فاصل. تفضل تفضل قبل الفاصل، انا شو اللي يمنع انه يروح حق الفار؟ هل اكيد الفار قال له هل الفار الحين اذا ما هذا لا لا خرب الكره لما يصير في اختلاف. يعني اليوم مثلا عبد الرحمن جاسم حكم القطري في مباراه ليفربول حسب بنالتي شفته ايه؟ الفار قالوا له مو بنالتي فيها شك انه مو بنالتي، راح شاف الفار بس اما الفار يقول له والله قرارك صح وهو يعني متاكد ان قراره صح ما يرجع حق الفار، عرفت؟ يعني ليش ما يروحوا؟ ما في شيء اكيد قايلين له كلهم انه ما في روح طالع هو غلط على لاعبين القادسيه، المفروض لاعبين القادسيه يحتجون يحتجون عشان يعني يرجع حق الفار. هل اذا ما راح الفار يعطوا له درجه زياده ولا ينقصونه شيء؟ لازم نعرف يا اخي كلها ثواني روح طالع اليوم بدا يقيمونه طيب. حتى على الحاله هذه تغير وراكب السياره هذه مشكور اخونا مشعل العسوسي دز لي تغريده يقول انا قلت لقطه الرياحي بنالتي بالبدايه، مشكور يا اخوي مشعل صاحي مناعم عيل كذي يعني هذا بنالتي قرار مهم قرار يغير مباراه يا كابتن مشعل، انا حسب اللي سمعته اليوم او شفته في في تحليلك مباراه انت اشدت بالحكم واعطيته اعتقد درجه زينه، فاليوم اذا بنالتي قرار مصيري هذا النتيجه 1-0 ممكن كاظم يحطوا التعادل او ممكن كاظم يحطوا الثاني ممكن ما يقول القادسيه بالنهايه القادسيه يطلع خسران يعني فريق خسر مباراه سبه ما حسب بنالتي، فاعتقد هذه تقل من 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 من, من تقييمك للحكم عبد الله جمال. اروح لفاصل وبعدها ساعد حياكم الله ويانا. باخذ بعض الاتصالات الهاتفيه قبل لا نروح حق مباراه الكويت والسالميه، ايضا في تصريح حتى يجهز اتصال اخونا او عمنا العم صبيح حبل قايله لجريده الجريده حاطين الاخوان في حسابنا في تويتر يقول لم ولن اتقدم باستقالتي من رئاسه نجدة الحكام اذا كان قرار جلب حكام اجانب لمباراه الكويت والسالميه صادرا عن مجلس اداره، لكن لانه صادر بشكل فردي دون علم المجلس ولجنة الحكام هني مضطر يعني حسب كلامه انه يقدم استقالته. والله يا عم صبيح يعني تعليقي اذا كان كلامك صحيح وتصريحك صحيح وان شاء الله ما نكذبك يعني، لكن نقول اذا كان التصريح صحيح وهالشخص يقدر يعني يغير الحكام ويقدر يحط حكم ويقدر ويعرف منو يختار من حكام ومنو الحكم الاجنبي حق هالمباراة ومنو حكم محلي حق، خلي يصير هو رئيس لجنة الحكام، ايش حقه حاطك انت؟ خلي يصير هو رئيس لجنة الحكام، يبدو انه هو افهم منك يعني في هذا الامر ويقدر يعني يتخذ هذه القرارات وقراره ماشي عليك يعني، فخلي يصير هو رئيس لجنة الحكام ويريح باله، ليش كل مره يبي يغير او يبي يحط حكم اجنبي ويحط حكم كويتي يرتاح وخلاص ما دام هو بيده القرار وهو يقدر وفاهم في امور التحكيم وعارف هالمباراه يستاهلها حكم اجنبي هذه المباراه حكم كويتي. انا اقول مسعود الثنتين هي مو مفروض حكم اجنبي بس القادسيه وكاظم حطوا الجمال اعتقد عشان التقييم حق حكام النخبه. نعم بس يعني اهم شيء من اهم يعني مصلحه حق انا اتكلم ابو لهيب انا اتكلم اذا انت ما يعني مو حاط اعتبار حق لجنه الحكام ولا لها راي لان بناء على كلام العم صبيح انا ما ادري شنو الموضوع وانا ارجع واكرر طالبت اكثر من مره رد الاخوان في الاتحاد على تصريح مع الرشيد ما حد رد مع ان انتقدهم انتقادات لاذعه ولا حد رد ولا حد سند ولا جابر زكي جابر نفس الشيء اليوم الان عم صبيح حبل فما ادري الامر الظاهر عند ابو تركي هو المخول في هذا الموضوع للرد على هذا الموضوع وعلى هذه المواضيع اللي تطرح من الاخوان المفترض انهم اعضاء في الاتحاد وهو رئيسهم يعني. اخذ اخوي طلال صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز. يا حياك الله. اصبح عليك على الاخوان الموجودين اخوي عبد العزيز انا العاده جيت ما اتمنهم اطلع بس عندي كم نقطه تفضل منك كم ثانيه. تفضل. اول شيء مبروك على فوز مرتيري. الله يبارك فيك مشكور. الشيء الثاني تدري القادسيه اليوم لو خسران مجرد ما يقدم كتاب حق الاتحاد
ياخذ النتيجه 3-0. ليش؟ بسبب لوهيب تنهيسه 13 وشورته 3. وين عندك ثمان حكام بالملعب؟ وينهم؟ شالوا القانون، شالوا صار غرامه 500 دينار. اوكي، ثمان حكام بالملعب، ماكو حكم. بس متى كان لابس رقم 3 يا طلال؟ احنا ترى حطينا الفيديو، انا شفته بنفسي ترى. شوفه، عيد شوف، تبي تشوفه؟ شفت اللقطه اللي حطيتوها مالت البلنتي؟ ايه؟ راح تبين الشورت 3 والبنيله 13. لا مو صحيح. مو صحيح. شوف عيد اللقطه. مو صحيح. انا شفته بالتلفزيون الكويت، حاطين عليها زوم، اوكي نروح النقطه اللي وراها. احنا ما نرضى كذي. النقطه اللي وراها انا اتمنى الاتحاد الكويتي يعاقب رئيس رابطه نادي الكويت، لان اليوم بشكل صريح هدد لاعب وقال له لا خليني انزل لك. يعاقب ولا ما يعاقب؟ مثل ما يعاقبوا جمهور رابطه القادسيه، يعاقب ولا ما يعاقب الاتحاد؟ ولا بس عينهم على القادسيه؟ منو تقصد؟ فيصل التميمي؟ اي فيصل التميمي. تكلم منو؟ تكلم واحد من اللاعبين قال لا خليني انزل لك الحين وحط ايدك على راسك. بس مو من اللاعبين ترى. لا من واحد من جماهير السالميه اعتقد. مو من الجماهير، من اللاعبين يا اخوي فرج. يمكن من اللاعبين. لا بس ما اتوقع يكلم اللاعب. وحتى لو من الجمهور الثاني، حتى لو من الجمهور الثاني هذا تهديد. بس الجمهور الثاني، جمهور القادسيه ترى كان وضعهم مختلف، لان جمهور القادسيه وقت اعتقد كانت صيحاتهم على رئيس الاتحاد، عشان كذا اتوقع خذوا عقوبه. بس الكلمه ما تنقال. طيب احنا راح نحط ان شاء الله. اعطيتك اكثر من دقيقه، اعطيت دقيقتين اخوي طلال مشكور. راح نحط اللقطه وراح نترك المجال لاخوان التعليق، واتمنى من اخونا فيصل ايضا اذا حاب يوضح، مو شرط عندنا اي برنامج اخر، احنا راح نحط ايضا توضيحه. ونتفق وياك اللي صدر اليوم من اخونا فيصل هذا لا يمثل لا الجمهور الكويتي ولا جمهور الكويتاوي ولا اي شخص يمثل الرياضه. يعني اليوم اللي صدر من اخونا يعتبر رئيس رابطه، ويعتبر رئيس رابطه الجماهير. هذا التصرف او هذه الكلمات اعتقد اخونا فيصل مطالب بالاعتذار عنها رسميا، حتى لو بيان يصدر من الاخوان في نادي الكويت يصدرون بيان، لان بالنهايه قاعد يمثل نادي الكويت، رئيس رابطه نادي الكويت، يعني ما يمثل نفسه. لو يمثل نفسه واحد من الجمهور قاعد ويسب هذا امر اخر. مسعود بس بذكر حاله فيصل. طبعاً. اللي عارفه ان فيصل قاعد يكلم واحد. طيب. من الجماهير كانوا قاعدين. انا راح احطها والله ابو لهيب، راح قاعد يغلطون على الحميد، راح احطها وراح اخليك تعلق وتوضح. عبد الرحمن صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير يا عبد العزيز، حياك الله يا اخوي. الله يحييك. اول شيء ابي اخذ منك نقطه. تفضل. لا فضلك، تعطيني مجال لان قلبي. تفضل حكي وايد. تفضل. وعلي وابو سالم يتوسطوا لي عندك. تفضل يا اخوي عبد الرحمن، تفضل. يعني حكي من دوره الخليج. خليني ابطل جربه. والله انت طوفت الدقيقه الحين تقول عندي حكي. تفضل. اتحمل سوء الكلام. تفضل. مسعود تكفون. ما في غير هالبرنامج اللي احنا والله نطلع اللي بقلبنا. طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء سمع صوتك خاف. دوره الخليج يا مسعود. نعم. لا حد يتدخل معي بالكلام خصوصا فرج العيد. خلص الوقت والله يا عبد الرحمن. لحظة عطني وقت والله. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل. راحت. أبي الكلام اللي يعتمد على الشارب. كلنا للكويت والكويت لنا، كلنا نبي مصلحة الكويت، عدل؟ نعم. إنزين. ما لي شغل بالأسماء، كلهم على راسي. كلنا عيال قرية عرب خية. كل من استلم بالاتحاد قال انا ناخذه، ما شفنا الا موج وتعب وشقه. الحين اخرتها وين بيوصلونا؟ وين بيوصلونا بالرياضه؟ عوار قلب، عوار راس، كل شيء قام يحوشنا، جلطات قام تحوشنا. زين تبون رياضه ولا ما تبون؟ زين هذا واحد. ما ابي اغزر، تكفى والله ودي اغزر بس ما في مجال، ما ابي اخذ وقت غيري. اثنين. زين اسم فلان وفلان 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 كلهم على راسي. زين الكويت تبي همه رجالها
كل من يبي يشتغل، بس ما في احد يساعد الثاني، كل واحد يسكر مغموض. ابي المهندس وينه؟ ابي الشيخ وينه؟ ابي وين هذول كلهم اللي يتكلمون نبي نشتغل نبي نشتغل؟ وينهم؟ الاتحاد وين الاتحاد؟ يلا يا مهندس هندس، يلا يا شيخ اشتغل، بس احنا الفقار المساكين عوار قلب وبنادول وعوار راس وما في حبة ما خذيناها. طيب في شيء بتضيفه يا لحظة يا ابو سعود؟ لحظة، ما عندي وقت والله، اعطيتك ثلاث دقائق ترى عبد الرحمن. اخر دقيقة، تفضل تفضل تفضل، وقت الطاير. الله يرحم والديك، ما قادر ارتب اوراق لك، مو معطيني فتشة. انا ما اعطيتك فتشة، خليك على راحتك. والله ما معطيني فتشة. ثلاث دقائق الحين قاعد تسولف. الكل 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 يبي يشارك، بس وين الفعل؟ ما نبي حكي، نبي فعل. يا ارحم والديك، وبعدين اعطوا فرصة للشباب. يا مدربين، يا ابو علي، يا ابو سالم، انتم مدربين، هذا اللي قاعد يصير شنو؟ والنعم فيهم كلهم هذول الخبرة. تقولون مواهب، من اللي يقتل مواهب غير المدربين؟ يا مدربين ما يعطون مجال حق الناشئين، خلوهم وخلوا الخبرة قاعدين يطالعون ويوجهونهم، عطوهم فرصة. تبون لاعبين، عندنا مواهب، بس ما حد قاعد يقتل المواهب غير المدربين. بعدين العم جواد عاشور، نتمنى له الشفاء العاجل، ويا الخال مبارك الدوسري، نتمنى له الشفاء العاجل. السلام عليكم. مشكور. اخوي بندر، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير ابو سعود، حياك الله يا اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اقول قصه القادسيه وهارد لك الكاظم، القسم طبعا بعد التوقف قصدي، والقسم الثاني يعني المباراه الاخيره، والقسم الثاني انا اقول للفرق، اي فريق يفتح قدام القادسيه راح يصير فيه نفس ما صار في الكاظم. وانا اقول حق جهاز اداري وفني ومجلس اداره، هيئوا اللاعبين ان المباريات الباقيه خلينا نظام خروج مغلوب، والدوري ان شاء الله قد تساوي. اخيرا اقول حق اخوي فرج لهيب، العذر اقبح من الذنب، ايا كان مشجع او لاعب، اللي طلع من اخوي فيصل التميمي لابد يتعاقب عليه. ونقطه اخيره نسيت اقولها، اللي حصل بين احمد الرياحي وحميد القلاف لازم تعاقب عليه حميد القلاف. ومشكور، جزاك الله خير. مشكور. اخوي عبد المحسن، صبحك الله بالخير. صباحك الله بالخير عبد العزيز، حياك الله يا اخوي. نسلم على الاخوان كلنا بسنا. عليكم السلام. مدرب القادسية اليوم صحيح ان نهج اللاعبين اللي قاعدين الصغار بالعمر، يا اخي فيصل الدخيل اعتزل بقمته، يعني ما ابي اذكر اسامي، خلنا من موضوع بدر مطوع، في كم لاعب قولوا يا جماعه احنا بنقعد ببيتنا خلاص، كفيتوا ووفيتوا، خلوا هالشباب تلعب. متى يلعبون هالشباب؟ ما بعرف انا يعني اللي متى لعبت الجيم الاول بهالصغار ابدع نادي القادسية، وينكم من اول ثلاث لعبات؟ لان متى الاداره تتدخل بنزول فلان وعلان؟ عندنا معلومات ونعرف وكل شيء، بس ما نبي تحت، ما نبي نطق من تحت، نبي نتكلم اشكره. القادسية قوي يا جماعه، بس خلوا المدرب يلعب بطريقته. اقول بالاسامي اللاعبين لازم ما يجون تدريب يا اخي، قعدوا واعتزلوا. ما الاداره ما تعطيكم فلوس حق اعتزال؟ انا مستعد اتبرع باعتزالكم، والله العظيم وعد كلمتي. ثلاثه استغالوا الاتحاد، مو لازم الانتخابات تكميليه ولا شنو؟ ولا الاتحاد سبهلله؟ لا ما في ما في، استغال ايام طلال الفهد، سووا اعاده انتخابات. ما في، بس واحد استغال، بس واحد اثنين استغالوا، بس معن وجابر الزنكي اتوقع، بس صبيح من لجنه الحكام ما استغال. حتى من لو الحكام. واحد يستغل مو لازم انتخابات تكميليه ولا لا؟ لا لا، من قال لك اثنين القادسيه ما عندهم عضو؟ واحد القادسيه وما رشح استغال. شلون اثنين؟ من هو؟ اربعه منو؟ شلون اثنين اربعه مو موجودين؟ من هم؟ القادسيه ما عندهم عضو. الغادسية أساسا هو ما رشح نفسه، ما حط. أوكي، الغادسية يقول في معلومات إذا في انتخابات راح ينزلون واحد. ما أدري. هذا واحد. بس ما عنده وقت. مستغل. من هو؟
صبيح زغال من لجنة الحكام يكح عليهم. شكرا لك. بس بالنهاية هم ما دام في عضو مستقيل لابد انه يكون في احد بديل له. والناديه وما كنت انتخابات نادي يرشح. صالح مساء صبحك الله بالخير. فالح صبحك الله بالخير. يبون بديل. صبحك الله بالخير. بالخير يا هلا. الو هلا. تفضل يا فالح انت على الهواء. تفضل يا اخوي. الله يسلمك ابو سعيد. انا هيتك الراي في يعني جامله محمد صلاح واللاعب في البطوله الثانيه. يلا احنا تزهور من عنده. هذه اول شيء خلصت من عنده. وصراحه اليوم مباراه نادي الخوي سالميه والتحكيم يعني ضربه جزاء من غير لا يشوف فار من غير لا يعني علني. والمشكله سالميه يحتاج ولا راح للفار الحكم يعني حتى اللي بالفار ما كلموه يعني. هذا شيء يعني لجنة الحكام مخترقة للأمانة. يعني اللي يشوف ضربة الجزاء حق سامي اللي ما احتسبت يعني ما فيها شك. أول شيء تلمس بليز وثاني مرة عادل حمود. طيب مشكور مشكور يا فالح. راح نتكلم عن موضوع الحكم مباراة الكويت والسالمية. بس خلينا نشوف لقطة حميد القلاف أول شيء عشان نسكر الموضوع وندخل في تحليل المباراة بعد اليوم الفاصل. اليوم احنا في لقطة حصرية يمكن أحد الأخوان مشكورا وأنا دائما أشكر الأخوان اللي قاعد يثقون في برنامج الديربي ويجزوا لنا يعني بعض اللقطات بعض التصوير اللي يكون يمكن مو منتشرة وما حد شايفها يعني ما حد منتبه لها. اللقطة اللي بنشوفها أنا أمانة أبشيد فيها بحميد القلاف صراحة. يعني حميد القلاف في هذا التصرف في هذا الموقف بالذات في بعض الأحيان ننتقد حميد ننتقد تصرفه لكن في هذا الموقف يعني كان مو ملقي بال حق الموضوع اللي قاعد يحصل مع الجماهير. خلينا نشوف اللقطة وبعدها سنعود. يعني اللقطة طبعا أنا قلت لك أشيد في تصرف حميد القلاف لكن مرة أخرى أكرر صراحة يعني للأسف أن يعني نسمع الصيحة من فيصل التميمي. أنا ما أدري بخلي فرج يعلق كونه يعني قريب من فيصل وكونه كويتاوي. تعليقك على شوف بسعود يمكن حميد القلاف ترى هذه مو أول حادثة تصير معه. صارت معه مباراة القادسية أعتقد الجمهور كله وحتى مع المنتخب ترى صارت معه. نعم بقطر. بقطر وهذه ثلاث مرة بسعود. وحميد يعني طوف يعني قاعد يطوف بسعود مهما كان. يعني هذا يعني بشر ممكن يعني ممكن حميد يطلع منه ترى يعني شيء ويلام فيه. بالنهاية بسعود يمكن اللي صار مع فيصل التميمي اللي عرفته ان فيصل قاعد يكلم مو قاعد يكلم لاعب قاعد يكلم احد من اللي كانوا قاعد يغلطون على حميد. وانا يعني مو قاعد التمس عذر لا حتى فيصل غلطان اللي صار انه حتى كان صوته واضح بالشاشه. فانا متاكد ان اداره نادي الكويت لما تشوف حدث مثل هذا راح تاخذ قرار بفيصل لأن الوضع صار انه بالشاشه بسعود وصوته كان واضح وغلط على الشخص اللي داخل. بس بسعود احنا نتمنى انه لازم يكون في ثقافه مهما كان حميد القلاف
حارس كبير حارس إيه منتخب الكويت. صحيحه عاديه ابو لهيب يعني ما وسعود ما نتكلم برا جمهور ايامكم صحيحات اكثر ما عندنا مشكله حتى اللي قبل صحيح صحيحات اكثر من كذي الجمهور يصرخ يقول حق الغاتسيه فنيله كنا كودري قاعد يقولون احنا ما نقول صحيح كلامك وقاعد يقولون عن الكويت كلنا كنا تعرضنا على هالشيء ابو سعود بالنهايه هذا جمهور ولكن يعني لا يصير يعني 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 وايد على حميد ابو سعود صارت مرتين وهذه الثالثة أبو سعود. خالف عادي أمر طبيعي. وحتى حميد أنت شفت تصرفه. إيش قاعد أقول لك أنا أشتم حميد. نعم. يعني لا أنت. ما رد عليهم حميد. ما رد. أبو لهيب أنت تذكر الصيحات اللي صارت مثلاً على الهويدي لدرجة العم أبو يوسف انتقد جاسم الهويدي وقتها تذكر. نعم. يوسف صحيح. ناصر نفس الموضوع. اللي يقوله مدة. بالنهاية اللاعب ترى تحوش هالمواقف بس أنت ما يصير أنت كمشجع والله أروح أبهدد الجمهور ولا بتهدد عليهم يعني مو هذا إيه جمهور ارد عليهم صيحات ثانيه ارد على السالميه ارد على صيحاتهم على لاعب بس بسعود ترى في شيء اسمه رده فعل مهما كان ترى حتى هذا بشر بس انا بس فيصل ترى رئيس رابطه صح فيصل رئيس رابطه يعني بالنهايه هو اللي قدوه حق اللي قاعدين يمه الصغار الكبار اللي يعني احنا الحين بالغار على المشجعين قبل الله يرحم مثلا جمع حيدر وفهد عبد الكريم وغيرهم ذلك ترى يتعايون هذا بدرجه يتعايون تدري بالليل وين يروحون؟ يروحون يقعدون ديوانيه واحده يقعدون ديوانيه واحده كلها وهم ادري لا نتكلم من الرابط حتى رجعين لا بس انا قصدي يعني ترى فيصل قاعد يقعد مع رئيس رابطه السالميه ويقعدون لما يروحون يشجعون المنتخب مع رئيس رابطه الغاتسيه مع رئيس رابطه العربي كلهم ربع واخوان يعني هذا اللي لا واللاعب صدقني انا اتكلم حق اللاعب طبعا الجمهور انا اتمنى طبعا الجمهور بعد ما تقدر تتحكم فيه بكل بس انا اتمنى الجمهور انه بدال ما تغلط على الفريق ثاني شجع فريقك شجع فريقك 90 دقيقه صح من اول مباراه لاخر طبيعي اطلع اللاعب من طول لا انا اقول اطلع الحين انا بكمل بقول لك قبل على انا اتمنى هالشيء لكن ما راح يصير هالشيء راح يغلطون عليك راح يتكلمون يعني لا صدقني انا اتكلم يا الايراني وعلي انا ان شاء الله واحده لا احنا قبل نروح نادي فيحيلة بصل حذفونا بوصل وعلي لا انا خلاص ان شاء الله انت الحين لما اللاعب انا اتكلم كلامي للاعب مثل حق حميد ولا غير اي لاعب بشكل عام انت لما تحاتي الجمهور تحاتي الحكم بتحاتي الفريق المنافس ما تركز على اللعب صحيح ما تركز على اللعب فقاعد اقول لك انت كلاعب المفروض خلاص طلع الجمهور هذا جمهور يغلط ما يغلط لا اللاعب ما رد احنا ترى حميد شفت لا حميد بالعكس صراحه يعني هالتصرف والموقف كان موقف احنا لعبنا مباريات برا كان ميلان ما شاء الله قبل لا ندش الملعب يطلع اللاعبين يقول تمشوا بالملعب والجمهور صرخ احنا ما نتكلم اللاعب ما رد يا ابو بدر احنا ما نتكلم عن اللاعبين اقول لك والجمهور صرخ احنا قاعد نتكلم عن موقف حصل بين جمهورين ما نتكلم والجمهور يصرخ ويصرخ ايش اقول لهم بعدين سمعت الجمهور ايش قال لي قصد كودكم والعبولين بس سبونا طول المره بسبونا. طيب فاروحك فاصل وبعدها ساعد حياكم الله ويانا روح تقرير مباراة الكويت السالمية بس قبلها خل أشكر أخوي عبد الله اليامي أحد الإخوان يتواصل معي دائما من السعودية ويمكن عنده جروب نصراوي بسميه فارس نجد VIP جروب يعني جروب نخبة صراحة ما تشرفت أن أكون معاهم في الجروب لكن أمانة هذا الشخص متواصل معي دائما يزودني ببعض الأخبار بعض المعلومات نصر طبعا جروب نصراوي أبارك له الفوز على العدالة أبارك له أيضا قدوم مولودة وسمى ماجد تيمنا بماجد عبد الله طبعا الأسطورة الله يجعله إن شاء الله من الذرية الصالحة والله يبارك لك إن شاء الله في هذا المولود وأبارك لك أيضا المنزل الجديد بانتظار العشاء إن شاء الله تعزمنا روح الرياض ان شاء الله تروح الرياض تقول طق طيب حكيت على الهلال والله لا طق الهلال لا عندي سكرتي بالله لا تحاتي فداوي لا تحاتي لاعب اتفاق باقيين موجودين السعوديه بنيت خلها امن في ظل
دائما اقول في ظل خادم الحرمين ظل سمو ولي العهد عشان لا يطبق البلد امن وامان الله الحمد وكل من يطبقونك ليش يسابوا غلط على الهلال. اروح لتقرير مباراه الكويت السالميه مع زميلنا فواز صلاح. نهاية الجولة الثامنة من دوري STC الممتاز ولقاء جمع الكويت المتصدر بضيفه السالمية بقمة نارية بين الطرفين. المواجهة أدارها الحكم السعودي سلطان الحربي. أول فرص المباراة جاءت للكويت عن طريق عبدالله البريتشي وتسديدة سهلة وصلت بأحضان الحارس أحمد عادي. رد السالمية من راسية البرازيلي باتريك فابيانو وكرته بعيدة عن مرمى الكويت. الخبر السار أتى للسماوي عندما سجل البرازيلي المزعج باتريك فابيانو أول الأهداف لتنتهي الحصة الأولى من اللقاء بتفوق الضيوف بهدف نظيف. الشوط الثاني انطلق مع هدف ثاني جميل للسلماوية عن طريق المتألق محمد السويدان عزز به من تقدم فريقه. ليأتي فيصل زايد ويرسل كرة بالمقاس على رأس يوسف ناصر قلص به الفارق للكويت. السالمية ومن سلاح المرتدات هاجم مرمى حميد القلاف وكاد أن يسجل الهدف الثالث لكن سوء التوفيق لازم لاعبي السماوي. الكولومبي كالديرون شن هجماته على مرمى السماوي لتسجيل هدف التعديل لكنه لم ينجح ليطلق بعدها الحكم السعودي سلطان الحربي صافرته معلنا فوز السالمية بهدفين مقابل هدف. شكرا لاخواني اللاعبين، شكرا للجهاز الفني للامانه اللي عمل يعني بشكل كبير خلال الفتره الماضيه. شفنا فريق السالميه يعني قاعد يتطور من مباراه لمباراه. شكرا للجهاز الاداري وشغلهم على الفريق في ما قبل مباراه نادي الكويت. مشكورين للجميع وقد لك، وان شاء الله نتمنى ان يعني نستمر على هالمكان هذا وان شاء الله ان احنا قادرين ان شاء الله. دشينا المباراه هذه اهم شيء عندنا 3 نقاط، نطوي صفحة الدوري ونبلش بكأس العهد وإحنا متصدرين، هذا أهم شيء كان عندنا والحمد لله حققنا المطلوب وخذينا 3 نقاط اللي هو الأهم وطوينا صفحة الدوري وإحنا المركز الأول وإن شاء الله نبلش بداية خير تاريخ 25 على ما أظن مع نادي الفحيل بكأس العهد ونبلش بداية خير بإذن الله ونوعد الجماهير السلماوية إن شاء الله أن في خير قدام إن شاء الله. صراع ثلاثي على صدارة ترتيب دوري STC بعد خسارة الكويت من السالمية وانتصار القادسية على كاظمة. مبروك للسالمية، السالمية فعلا أثبت بأنه بمن حضر غيابات كثيرة. نبارك لسلمان عواد لفراس الخطيب، نقول هار لك الكويت. أبدأ مع أبو علي، قلت يعني هو يمثل السالمية اليوم كونه مدرب سابق للسالمية. أبو علي، شو اللي يميز السالمية اليوم؟ اللي يميز السالمية اليوم الصراحة أمانة المدرب، مدرب السالمية لعب صح واللي ساعدهم أنه مدرب الكويت لعب غلط. أنا ما أتكلم بس عن التكتيك، أتكلم حتى طريقة الوصول للجول. أمانة سكر لعب على إمكانيات لاعبينه سلمان عواد ولعب صح وقاعد يلعب على هجمات مرتدة ومسكر تنظيم دفاعي صح كفريق، بس كخط دفاع كفريق تنظيم دفاعي صح واستغلال الفرص اللي قاعد تجيهم المرتدة لعب صار. واللي ساعدهم على هذا وساعد السالمية أمانة على الفوز بالمباراة اليوم طريقة مدرب الكويت. يعني أنا قاعد إياي بنت مدرب أنا بيتسألونه بس سؤال يقولون شنو الطريقة اللي لعب فيها. يعني أمانة يمكن بعد التبديل الكويت قام يلعب كرات بلا طرف خطورة لما يروح الطرف قاعد يلعب يا بقول الكويت يا بقول بالأول ربع ساعة باقي نص ساعة على انتهاء المباراة قاعد يلعب كرات طويلة لعب عشوائي كأن المباراة بتنتهي بعد دقيقة كأن المباراة بتنتهي وعنده وقت. يعني هو لاعب ما يعني في امر يعني لازم نعرفه في كره القدم في يبي لها صبر يبي لها تلعب في وقت انك تلعب. فهذا ساعد فريق السالميه على السيطره على المباراه واخذ النتيجه جانب هذا. ولا قاعد يهاجم الكويت قاعدين يهاجمون بس قاعد يهاجمون غلط قاعد يروحون غلط. متى خطورتهم تصير؟ لما يروحون بالاطراف.
هني عندهم خطوره، ما بس اللعب الطويل هذا ما خطوره، لا واقفين دفاع السالميه واقف ويطلع الكره ويلعب على المرتده، وامانه حتى لاعبين السالميه ساعدوا مدربهم على اداء الجيد، لكن مدرب الكويت ما ساعد لاعب الكويت على اداء، ما انه عنده امكانيات افضل كامكانيات لاعبين، اتكلم اذا بتكلم بكلم الجماعي افضل من لاعبين السالميه، لكن السالميه لعب طريقه صح، سلمان عواد لعب طريقه صح واستغل امكانيات لاعبينه صح، وكان تنويع باللعب وانتشار باللعب ولعب على امكانيات اللاعبين الموجوده عنده. طيب ولهيب ليش خسر فريقك؟ انا اقول مبروك نادي السالميه، هارد لك ربعنا، فوز مستحق للسالميه للامانه ابو سعود. نادي الكويت جهاز فني جديد ابو سعود، نفس ما قال ابو علي اخطا في 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 بدايته بالمباراه، حتى التشكيل يمكن كان يمكن ضعف نادي الكويت في خط وسطه، الخبيزي مع سيسوكو اثنينهم نفس الادوار ابو سالم، اثنين ممتازين في عمليه الافتكاك وقطع الكره، لكن ما عندك اللاعب اللي صانع العاب اللي يعطيك للجول. يوسف طراوي اليوم غايب تماما عن المباراه، ما كان له حضور كبير. يوسف ناصر لانه مو قاعد توصل الكره، قاعد يحاول ينزل، ما يعني مو قاعد يحصل لاعبين داخل ال 18. بالاضافه ناس ما قال ابو علي، الكويت خطورته دائما بالاطراف، مشاري الغنام وسامي، اليوم ما شفناهم صعدوا، عشان كذي قلت خطوره نادي الكويت، غاب عنا التسديد، غاب عنا امور كثيره، نادي الكويت اليوم كان سيء بالاداء، بالاضافه الى بدايه التشكيل. الشوط الثاني نزل فيصل زايد، عطى حيويه شوي، عطى حركه شوي، صنع هدف، بالاضافه الى فهد العنزي نزل الشوط الثاني ايضا، قدم نوعا ما من هذا، لانه صار له فتره ما شارك، فتدريجيا بدا يعود فهد العنزي. كالديرون وجهه نظري مركزه كاطراف مو واضح معانا، يمكن اذا لعب تحت يوسف او لعب كراس حربه ممكن نشوف خطورته اكثر، لان على الاطراف مو مبينه خطورته. الشيء الثاني نادي السالميه، انا ابي اشيد بسلمان عواد، كان مدرب ذكي، قراءته جيده، كل مباراة يلعبها ابو سالم على حسب امكانياته، على حسب الخصم امامه. لعب ضد نادي الساحل طريقة 3-4-3 فاز عليه 5، لان عارف نادي الساحل يلعب تكتل دفاعي، زاد عنده الهجوم. مباراة اليوم لعب 4-1-4-1-4-1 سكر منطقته ويلعب على الكرات المرتدة، انطلاقات السويدان، فابيانو كمحطة يفضي حق القادمين من الخلف. اعتقد السالمية اليوم قدم اداء ممتاز. طيب بالاضافة بسعود الى يمكن حتى في لاعب عن وجهة نظري يعني ما يكون له دور او الناس مو قاعد تشوفه، لكن بالملعب يعني كمدرب ولا احد عنده نظرة يشوف انه لاعب مهم، فهد مرزوق اليوم كان هو افضل لاعب بالمباراة، تمركزه هو كان يفتك الكرة، كان يبني هجمه، هذا ما ميز نادي السالميه. اليوم شفنا فهد مرزوق كان حضوره جيد وتركيزه الذهني جاهز، واعتقد انه وجهه نظر من افضل لاعب في المباراه. ابو سالم نقدر نقول سلمان عواد فوق على المدرب الاجنبي في فريق حقيقه. انا اهني طبعا سلمان عواد لان حقيقه يعني عرف شلون يدير فريق مثل نادي السالميه. اليوم لما تشوف فريق نادي السالميه وين كان وين صار، يعني اليوم انت دائما انت في شيء يطمن لما انت تلعب مباراه اليوم تعطي 50%، اللي بعدها 60، اللي وراها 70، معناتها انت في مرحله صعود، فهذا اللي ما يميز حقيقه. يعني انا سلمان شهادتي فيه مجروحه، يعني امانه هو مدرب يحتاج فرصه علشان يثبت امكانيته، والله يوفقه ان شاء الله. لكن بالنسبه لفريق السالميه وشون طريقه اللعب، حقيقه مدرب عارف ايش قاعد يسوي. اليوم لما تشوف تعال يا اخي حق فريق السالميه، يعني ما في لاعب مميز بروحه، ما عندهم بدر مطوع، لكن عندهم لعب جماعي، ودائما الجماعيه تكسب، تحسب للمدرب، دائما الجماعيه تحسب للمدرب. يعني حقيقه اليوم لما تشوف نادي السالميه هدفين اللي تسجلوا من جمل تكتيكيه، ما هي لعبه عاديه. السماج لاعب مميز بالنص، فواز عايض لاعب مميز وقاعد يرتقي من لعبة للعبة، قاعد يقدم أفضل. فهد مرزوق لاعب شغله، حتى سويدان نعم أنا جاي لأن قاعد أتكلم عن نص الملعب.
فهد مرزوق. فهد مرزوق هو اللاعب اللي يصلح أخطاء اللاعبين اللي عنده موجودين. لما تروح على الأطراف محمد سويدان. محمد سويدان لاعب الآن يعني أصبح ركيزة أساسية في فريق السالمية، يعني مفتاح لعب. نعم. كل الخطورة من ناحيته، فابيانو قاعد يترجم الكرات اللي توصل. بسعود أنا طيب. نقطة بس نقطة نقطة بالنسبة له حق لاعبينا لازم بسعود يعني اللي بتكلم فيه لازم يحاسبون نفسهم في أشياء. كنا مثلا نقول مثلا إذا كان في خطأ إداري أو كان خطأ فني، لكن أنا أعتقد كإدارة أنتم شايفين أنه مو مقصر مع الفريق الفني. وليد نصار مع المدرب توهم يدد، لكن بسعود في لاعبين عندنا مستواهم نازل عليهم، مستواهم نازل عليهم أن يحاسبون نفسهم لأن مو هذا مستواهم. يوسف ناصر مو هذا مستوى، فيصل زايد مو هذا مستوى، عندهم أفضل. نتمنى أن يحاسبون نفسهم، لأن يعني أبو علي كل فترة الموسم الطاف صارت معانا قبل أو آخر قسم الأول يصير في دروب كبير بالنسبة حق لاعبي نادي الكويت. فعلى لاعبينا أن يركزون ويحطون المباراة الجاية أن تكون مهمة، وصعب أنك بسعود أنك تخسر نقاط كثيرة. أبو بدر أنا أقول أول شيء أبارك حق السالمية، طبعا الجهاز الفني دار الكويت بالضبط، عرف شنو مصدر هو بالكويت والضعف. اللعبة السالمية اللي يلعبوا بتركيز كامل لاعبينهم، لأن من كان يتوقع أن المباراة يفوز فيها السالمية؟ فالسالمية نزل اليوم بتركيز أني أنا باخذ المباراة، عكس الكويت اللي نزل الكويت يقول كأنه ما أخذ المباراة. فاليوم السالمية لعب جمل تكتيكية، لعب لاعبين كلهم أنا شيد فيهم 11 لاعب بما فيهم الجولتي اللي هو أحمد عادي. اليوم أدى مباراة جميلة جميلة جدا وساعد اللاعبين كلهم. اليوم تركيزهم السالمية كان تركيز قوي وكان يبون ياخذون ثلاث نقاط. طيب عكس فريق عكس فريق ببين لك ان حب اللاعبين لسلمان عواد لما صفى الحكم ساعد ندى راح يركض حق منه حق مدربه ويحبه. صح شعر. ليش؟ لان الجروب كله ايد واحده. طيب فيلم عربي. طيب ابي بس نول لنقطه. بس انت قلت عن سلمان عواد، انا بقول عكس مدرب الكويت لعبه عشوائي، كان لعب عشوائي اي طيب. شيء نروح حق القرارات التحكيميه بشكل سريع. بروح قرارات تحكيميه اذا جاهزه مع الاخوان شباب جاهزه. شنو هني؟ قرار كان على يوسف ناصر مفترض في انذار ولا ما في انذار؟ الحكم كان قريب ويوسف ما كان قصده، انه قصده انه يشارك مع الحارس بس انه ايده. لا ما في انذار هذه، بس ما اشوف في انذار. بس انت ما تشوف في انذار شباب؟ انا ما اشوف في انذار. في انذار. وسالم يستحق انذار. زين هو هني عطى انذار هني اللعبه الثانيه، يستحق انذار باللعبه الثانيه. يعني المفروض انذارين هذا. لا انا قلت لك الاولى مو انذار. الاولى مو انذار. لا مو انذار. زين الثانيه يستحق انذار يا جماعه التفوق. ثانيه اي اوكي. نروح حق القرار التحكيمي الثاني. هذه انذار. هذه انذار. خلاص خلاص منها. هني طالبوا بركله جزاء. مو واضحه بس نشوفها بالاعاده. لمستين كانت لمستين. مو واضحه بس لا كانت لمستين، هذه واحده هذه ما فيها شيء والثانيه ما فيها شيء. انت شو تقول ابو علي؟ لا ما في شيء. ما في شيء. ابو سالم والله شكلها ضربة جزاء. لا مو عناد ابو سالم. والله مو عناد. اي كرة تلمس اليد تلمس اليد الثاني. لا بس هذه حق الاولى ابو سالم ايده لازقه بجسمه مو موسعه. الثانيه مو عاشت على ايده على صدره. شوفها ثبت على صدره هنا صدره. عموما مو واضحه وايد شوفها. والله صدره ما خالف والله شكله بيده. لا مو ضربة جزاء مو بيده. لا مو بيده. لا مو بيده صدره. طيب هذه قرارات تحكيميه. بنروح حق فيديو توصل لنا قبل لا تروح. والله قبل لا تروح جول اللي قول اول جول فابيانو. شوف ركضة سويدان اللي تكلم عنه اللاعب شلون ركض صعب واحد وياه. كنا عندنا استلزام نقول شيء ترى تطالعون لي قول بس مال الجمهور طقاه عليه وعلي الباص. الباص مو طبيعي. بدر السماك
حقيقة يعني الهدف اللي تسجل الأول لنادي السالمية لعبة حلوة من بدر السماج. وبدر السماج بس يعني أنا أستغرب وجوده خارج الملعب لأن بدر مميز تكتيكي حقيقة. لا تكتيكي وقاعد نعم. قاعد يرجع إن شاء الله ويستاهل كل يعني لاعب مميز حقيقة مميز. يحتاج فرصة وسالم يحتاج فرصة وسالم شفتوا الباص بدر السماج شفتوا فريان الجوصوب بس شو بس شوفوا بس شوقر فويدان فتح ركضته ركض فتح قول لي فضل قول لي فضل فضل منطقة طيب أروح لفيديو توصل لنا يمكن قبل 5-10 دقائق عشان نكون منصفين يعني إحنا ما نحط شيء وما نحط شيء آخر دائما إحنا يعني هذا اللي دائما نحرص عليه إن برنامجنا مفتوح لكل الآراء وكل وجهات النظر في فيديو اعتذار لأخونا فيصل التميمي رئيس رابطة جمهور نادي الكويت خلينا نشوفه مع بعض وشيء أقدم اعتذاري حق محبين وعشاق نادي الكويت ممكن بعضهم يقول إني أنا أسعد حق نادي الكويت لكن اني انا اقول لهم اسف وحكم على راسي ووعدكم ان شاء الله ما تتكرر بالجايات وبخصوص ان الشخص اللي انا رديت عليه بهالاسلوب او بالاصح نقول كانوا مجموعه شباب قاعدين عند جمهور نادي السالميه اقول لهم انا اسف وحكم علي وطبعا قبل شوي صار في اتصال بيني وبين الاخ عادل العنزي ابو فهد رئيس رابطه نادي السالميه وتفهم الموضوع وصار بيني وبين اتصال قلت له مو انت المقصود انا احترم واقدر رابطة نادي السالمية وجماهير نادي السالمية ولاعبين نادي السالمية وإدارة نادي السالمية طبعا أنا ما رديت على الشخص إلا كان في لحظة غضب يعني حمد لله في يوم من الأيام مثل منتخب الكويت ولعب في نادي السالمية ولعب في نادي العربي فلحظة الغضب أني أنا قلت الجملة هذه فمرة أخرى أقدم اعتذاري حق الكل واللي تفهم الموضوع وأيضا أشكر أخوي عادل العنزي أبو فهد أنه نزل تغريدة أن الكلام اللي كان موجه مو كان له فكل احترام والتقدير حق اخواني عشاق ومحبين نادي الكويت والاشخاص اللي انا كنت انا اقصدهم. طيب مشكور يا اخوي فيصل على الاعتذار وان شاء الله يتقبلونا منك الاخوان في رابطه جمهور نادي السالميه وانا ارجع مره اخرى اقول لك ترى انت قدوه اليوم للصغار اللي موجودين في 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 الرابطه الشباب فاتمنى يعني دائما وخاصه انت عندك ميكروفون يمكن وسماعه فارجو انك تكون حريص على اختيار الكلمات واختيار الصيحات بحيث انه يعني لا تسيء حق اللي موجود في الملعب وان شاء الله مثل ما تفضلت ما تتكرر مثل هذه الامور احد الاخوان نشكره على الاعتذار ونقول هاي شجاعه نعم. صحيح صحيح وصلنا الختام شكرا لك كابتن عوقم تفتح يوم وصلت الختام تفتح عطى ماي عطى ماي شكرا لك كابتن وصلت نيب شكرا لك كابتن فرج لعيب عطى ماي شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه كويت تريد مطعم التسيمو مطعم سيامي وسطى بن العميد اطياب المرشود تولز بيتزا عسل العويد شركه كويتيه لخدمات طيران كاسكو معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت دير اندير ايضا ليمون لايم وشركة تلتون جرافيكس على طاري شركة تلتون جرافيكس إن شاء الله راح أقول لكم خبر حلو إن شاء الله في حلقة الثلاثة انتظرونا كلنا شنو ها كلنا شنو الحين الحين خلاص خلص الهلال بعد ما عنده ننطر الفريق اللي جاي الدوري بيلعب مع منو راح نقول إن شاء الله بس إن شاء الله كحلت عيونك يا مبارك بالأربعة أربعة بالبنالتيات أربعة المركز الرابع بس فوز هذا فوز كلهم على المركز الرابع فوز نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء إلى اللقاء